فقرة صحتي في ماكلتي غنتكلموا حول حدود استهلاك المثلجات في فصل الصيف مع الأستاذة إلهام الجاوي أخصائية في التغذية والحمية. أهلا وسهلا بك أستاذة إلهام. أهلا وسهلا. صباح النور. أهلا وسهلا. المثلجات اللي ما يمكنش نحرموا منها كيفما تيتهاش المثلجات في فصل الصيف. يعني عندنا كنحسوا بأنه غادي يبرد لنا العطش طبيعة الحال. ألوغ العكس, يعني بعض المرات إلا كان واحد استهلاك مفرط فهو يقدر عادي يؤدي بك انك تزيد هذاك الاحساس بالعطش, لانه بطبيعه الحال المثلجات فيها واحد النسبه ديال السكريات والنسبه ديال الدهون على حسب واش ان سوربي, يعني مكون اللي من الفاكهه والسكر. هناك انواع, وهناك الكريم غلاسي اللي هي مكونه من يعني مواد مشتقات الحليب او الكريم اللي كتكون دهنيه والسكر كذلك. ثم ربما يمكن تزداد لو فري او لا, على حسب على حسب كل يعني صنف وكيفاش هو. المهم انه الانسان خصو يستهلك هاد الماده ديال لا غلاس غير مره ما يستهلكهاش بواحد الصفه اللي هي يعني يوميا او على طيله اليوم. هذا هو اللي غادي يكون يعني ضار بالنسبه للصحه اون جينيرال, خصوصا عند الاطفال. فهذيك المواد السكريه الا كانت بكثره, لانه هذوك السكريات هي سهله الامتصاص فتدخل في الخانه ديال لي سوك رابيد, انه الا كانت يعني بكثره بواحد الصفه اللي هي يوميه بكل نهار تنتناولوا جوج ثلاثه ديال لي غلاس خصوصا عند الطفل, فهذيك السكريات كتقدر تمتص كل ما هو معادن واملاح معدنية عند الطفل. تطول كالسيوم مانيزيوم, وهذاك الطفل راه في طور النمو خصو واحد خصو هذيك محتاج لهذوك المواد اللي هي لي نيتريمون ايسونسييل اللي غادي تكبروا اللي غتعاونوا في يعني في النمو. فنجيو حنا ونعطيوه كثير من السكريات اللي غادي تدمر له الصحه ديالو ولا. فبالنسبه للناس الكبار يعني حتى هما نفس الشيء, غير انه الناس اللي هما عندهم ارتفاع في الوزن او زياده في الوزن او سمنه كيكونوا اكثر اللي او سكري بطبيعه الحال كيكونوا هما اللي خصهم يحتاطوا من هذه الماده هذه من هذه الكلاص هذو. فتكون فريمون مره في الأسبوع أو حتى في أسبوعين, لأنه ما غاديش نقول له لا تماما نحيدوها ما يمكنش. وماذا بينا لو كانت تكون محضرة في البيت, يعني كنقدروا نحضروها كنعرفوا المكونات ديالها, كنقدروا نحضروها بالفواكه وتكون دون زيادة سكر. فهنا تقدر يدخل في ضمن واحد يعني النمط اللي هو صحي. كاين الناس اللي متبعين حمية وهذا يقدروا ياخذوا دي كلاس مرة ولكن يكونوا يعني بريباري في الدار, يكونوا مصوبين بالفواكه ماشي مشكل. اما بالنسبه لي كلاس اللي هما يعني في الكوميرس اللي تيجي يعني تاخذوهم من على برا, اول شيء ضروري نردوا البال لانه تقدروا يكونوا كونتامينين, تقدروا يسبوا لنا في امراض تسممات. ولا كيقدروا خصهم يكونوا بيان كونسيرفي, يكون واحد يعني تكون ناخذوا لي كلاس اللي هما من اماكن اللي هي عارفينها عندهم اون بون كونسيرفاسيون. اما الى مشى تداب المثلجات الى مشاو تدابوا خصوصا اللي فات واحد نص ساعه في ديك لا تمبيراتور امبيونت فخص يفو لي جو صافي خصهم يتلاحوا ما خصهمش يتكونسوموا نهائيا, لانه يقدروا يكونوا مصدر اللي يعني نمو بكتيري وقدر يسبب اسهال, يقدر يسبب بزاف ديال الحوايج. مقسم المثلجات سورتو الا كانت مصوبه بلا كريم راها تقدر تؤدي لكثير من وتنشوفوا هذا الشيء, يعني شحال مره تياكل الانسان لا كلاص تيمرض كرشو او تجيه شي انتوكسيكاسيون. اذا خاص سورتو الاطفال ديالنا خاصنا نردو لهم البال. فوالا دونك الا كانت ماده ناخذوا هذه المثلجات يعني من اماكن اللي هي عارفينها بانه فيها رواج وكتمشى تماما وفيها واحد يعني غيسبي فيها واحد الاحترام لهذا يعني المعايير الصحيه طبيعي الحال, انه غادي ناخذ شي حاجه اللي كيمفي بليزير وفي الاخر المرض ما كاينلاش. دونك فوالا. ألوغ بالنسبة للناس اللي عندهم قلنا سكري ارتفاع في الوزن أو سمنة, فمن الأحسن يتفاداوها لأنه كتعطي واحد السعرات الحرارية اللي ربما تلاحظوا أنه ماشي غير يا ريسكو كنا كناخذوا أون كلاس ومثلا يعني كنحبسوا, يعني كنلقاو أنه الإنسان تياخذ أن غطا يعني تياكل عادي وياخذ وجبة اللي هي مشبع فيها كثير من الدهنيات وفيها كثير من هذا وتيزيد لا كلاس من الفوق تيقول لك باش نبرد وباش نكمل. نعم, والغريب في الأمر هو
والثقافه الشائعه ديالنا اننا كنتناولوا هاد الاشياء اللي كتكون بارده كناكلوها مور الماكله، ما تنكونوا ديجا عندنا واحد الاكتفاء من السكريات ومن السعرات الحراريه وكنزيدوها. كاين حدود ديال استهلاك المنتجات وكاين معايير مره ياخذ يعني سوسي بليزير ولكن بدون بلا ما يضرب الصحه ديالنا. نعم مشكوره جدا استاذه الهام جاوي اخصائيه في التغذيه والحميه، كنتمنوا غدا بحول الله نتلاقاو بك في نفس الوقت وموضوع اخر اكيد غيكون